لا يا واطي. لا يا احمد. وسيدك يا احمد. احمد لا. بحياتي وعمري ما كنت متوقع حدا يلمس شعره من اختي. حقك علي يا احمد. بيجي واحد وسخ مثلك بتقرب على اختي. انا اخوك يا احمد. على اختي يا كلب. شو هالبرقة الناشفة شباب؟ اشبا وين يونس؟ وين العدة؟ وين الجو؟ وين المشروب؟ وين شو بو هذا؟ الله شوي تاني بجو شريك. وصيته؟ وصيت بس ما يطول. ما عارف انت نحن ما بنقدر نمخمخ اذا ما في هالشغلات. الله اللي بدك اياه بيجي. تتنات، معجنات، مشروبات. ايه ايش عليه؟ ليش لا؟ هذا شو في عندكم قصص؟ شو في عندكم حكاية؟ الله على اكثر واحد مبسوط فيك. اوف ليش يا رجل لا تحكي لنا انا شو؟ والله يا ابو شريك طبعت لك وحده بنت ال 17 يا لطيف يا لطيف السوي. اذا انت هيك مبسوط انا معلم طبق بنات الحاره كله شيخ 20 وحده يا رجل. مبسوط دبلك مليون طاق انا. لا ما اصلي اصلي ماكي ماك. اوف 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 شباب الطيبه ما لكم قصرين. الله لا يعطيكم العافيه. كل واحد عمل شغله بيض وش اكثر من الثاني. انا الحمد لله وحده ومكتفي. انا مو مثلكم خيو. انا مو مثلكم طنيري 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 يعني ما بعرف شيء لساته لساته طبت الدلاله الخلطيه يا زلمه. اخر طبي وحده انا من 18 17 وحده هيك افوت فيهم كلهم ما بقدر يا بندي. مو هيك يعني اذا واحد طبي وحده ومكتفي فيها فبتمسخروا عليه معناته صار طنيري؟ لا بس انه انا يعني حبيت انا مو مثل قلت جماعه فلتانين عم تتمسخروا من وحده لوحده تقولوا من وحده لوحده فانا زلمه زبطت لي وحده حبيتها وحبتني واذا في نصيب الله يقدم في الخير ما في نصيب والله يعافيك. الله يعافيك شريف وعفيف يا شريف مكه شريف وعفيف شيخ شيخ صار يا زلمه انا وحده يا دوب انكش فيها زبطه في راسها يا دوب انكش فيها اسناني واحدة يا رجل شو واحدة؟ ما بدك شيء درسي هلا تمسخروا تمسخروا انتبه انا المهم هذا هو اللي عندي انا بكفيني المهم هلا شيلونا من المسخره والحكي فاضي عد العده ايش صار فيها؟ ايش بقى هلا قلت لك بيجوا على الطريق كله ماشي عم استنى هاي يا ربي خيرت احكي لك على هاي البنت قول قول ابو شريك قول ايش قول ابو شريك يعني صار لي شهر عم بطبق فيها مين وسخة وهيك شالطة انه وساخة وهيك ايه طيب شو طباطة اذا ما يوزعها انا جايك بالسيرة انت بتعرفني بوقف على ابواب المدارس كلهم ما في مدرسة الا ما وقف عليها الحوالات اسمع المهم تعرفت عليها على باب المدرسة ابو شريك على اساس اني بحبها وضليت هيك يعني فترة احاول انه انا بحبها كثير ورجيتها انه انا ميت فيها عرفت وبدي اتجوزها فعلا ورجيت انه بدي اتجوزها بس اشفاك عم تكذب عليها يعني انت لا وصل لهدفي قاعد طيب كمل كمل قول قول ما في اسبوعين البنت عشقتني علقتها بحالك يعني بتعرف انت بس هيك افوت بالرومانسية وايش بعرفني ايه المهم قلت لها انه اخر فترة هي من يومين يعني امبارح هاي تقريبا ايه قلت لها تعب بدي اعرفك عني ايه رحت على بيتي فاضي سيحنا هي احلى قلت لها كل شيء ايه خدت على البيت او شريك المهم فلت على البيت سالتني وين امها ايه قلت لها امي بسوريا من الاخر ايه والله هي البنت خافت هون تلبكت ايه المهم صارت اللي ضحكت علي وما بعرف ايش قلت لك انا لو ما بحبك يا عم اقول اجيبك انا بطبق كل البنات سوريا مطبقه تقريبا كفو والله ايش داجي اضحك عليك يعني ايش ديني بدي منك ايه وبعدين خلص ايش بك يعني انا بدي اتجوزك مرتي يعني خلاص انت عندك ايه الصح ما في كلمتين هيك رجت عطتني ابو شريك حطيتها بجحري لا انك ما لهم نركبها ايه كمل ايوه ايه فوتت على جحري وبالزاويه زبطت علي البرجيني عندك صورة شيء؟ صورة هذا تصرف 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 يا ابو شريك تصرف هذا تورجيك هدي هدي يا ابو شريك قبل ما اورجيك ورجيني بضاعتك انت لا يا زلمة ولو عيوني غير بضاعة توب معلم توب تفرج هي الاستديو ليك هي الشقرة نعم هي السمرة بنت الايجي بضاعينا يا زلمة عليها جاذبية شايف هذول كلهم شايف ثانية شايف هذول كلهم مطلع استنى ما خلصت يا زلمة هاي لا ولا علي حرام ورجيني انا ها هاي مغيرة ما هي هاي سيد كمان حلوة ذاك ها هي بعرضك شلون يا ابو شريك ها
مش بغن صدمات بعرف حلوة اسمه لها درجة انصدم خلاص بزبط لك اياها طب اش بقى هاي لك اي خلاص بزبط لك اياها اش بقى لك هي اختي يا حقير شو احمد اختي يا واطي شو اختك لك هي اختي يا كلب والله العظيم ما بعرف انها اختك يا احمد اقسم بالله العظيم ما بعرف ايش بعرفني انا والله العظيم يا احمد يا شباب اغزو الشيطان هون بالكم هون بالك احمد هدي كل شيء بنحل راح نحل الامور بهداوي راح تخوني راح تنحل الامور احمد انا ما بعرف مين هي مين اسمها بطل احمد بتخون فيك احمد اغزو الشيطان بدك يا بصير روح استعد افطر عليها كل شيء بنحل بدك يا بصير احمد خلص انا اخذك احمد محلولي احمد محلولي احمد اهدى بس الشيطان احمد روح احمد والله بنحل بدك يا بصير بدك يا بصير بس هدي لك شو وش بنحل بعد الوجهي لا يا لا يا احمد وسيدك يا احمد احمد لا بحياتي وعمري ما كنت متوقع حدا يلمس شعره من اختي حطك علي يا احمد بيجي واحد وسخ مثلك بتقرب على اختي انا اخوك يا احمد على اختي يا كلب لا لا لا